ايه ستي، شلونك انتي؟ وشلونه افنديكي سيد راتب؟ وشلونه ابنك محسن؟ الحمد لله والشكر لله، عايشين بسبات ونبات ومبسوطين بهالحياة. بس يا حصرتي، شغل جوزي كاسد والسوق ماشي عكس ما هو رايد، ويا من ترى عم يكافح ويضانش وعم يشتغل من الفجر للنجر. ولو كان السوق ماشي ورايش كان من زمان أبر الفقر. بس شغله يا حصرتي على الفاضي، ومن سنة تقريبا ما شفته راضي، وعين ترى عم يصفان ويفكر شي بيقلك بدي بيع الدكان، شي بيقلك بدي سكر. ولما بيقعد بالسهرة بيقعد بجسمه، بس تفكيره وبرا، وما عاد له مرق لا بالسيران ولا بنزهة، يعني صاير خلقه ضيق ومنادمته كرها. يو، شو الحكي اللي عم بسمعه؟ يعني معقول الشي اللي عم يصير معه؟ ما بزل عليك بحرف يا أم جميل، مثل ما قالت وداد وأكتر، يعني كتير صاير عيشته كئيبة هالمعتة. إيه ما بجوز هالحكي يا إنعام، ما بجوز منه. يعني معقولة جوزك ما يطالعكن ولو إنه سيرانة بهالشو؟ إيه والله والله، جوزي أبو جميل كل يوم والتاني بيعمل لي مشوار وبيبلش يغني لي إمتى الزمان يسمح يا جميل، هيك لحتى يخلص النهار. ومهما كان بالبيت سئيل بيخفف دمه بالمشوار، وعلى نكت وتهريج وتمثيل وحزازير وتسالي وأشعار. إيه نيالك يا خالي، معناتها شغل جوزك داعس لحتى عم يسكر دكانته ويعطل، ومشان هيك الزلمة مقايس ومو سائل على محله المقفل. لا مو هيك، بس جوزي عنده صناعية وعامل حاله الخواجة معيط، بيقعد فيها شوية الصبحية وبيشمع الخيط. إيه الله يهنيك يا خالي أم جميل، ويهني ولادك بعيشتهم، ويعطيك العمر الطويل، ويخلي لهم أبوهم لحتى يبسطهم. يو تقبريني على هالكلام الرزين، اللهم زيد وبارك. والله لو كان ابني جميل أكبر من هيك لجوزتك يا على الحارك. إمتى طلعتي آخر مشوار يا وداد؟ يا ستي آخر مشوار طلعته برات البيت كان لعند السمان أبو نصار لحتى أجيب تنكة الزيت. الله أكبر كبيرة على مزحك، شو مهضوم، مثل خفة دم بنتي سميرة كأنك انت وياها توم. إيه بس أنا عم بحكي جد، ما عم بمزح، صار لي شهور بتنعاد ما طلعت لمطرح. لهالدرجة؟ الله وكيلك يا خالي، صار لي أكثر من 3 شهور ما شفت غير خالتي درية وعمتي رمزية وستي أمونة، وهن اللي إجوا لعنا مو نحنا. ويا من تراني عم ضب النملية وعزل بيت المونة وأطبخ محشي ويخنا. ويا ترى شو موقف أمي؟ أنا تابعة لجوزي وجوزي ما عم يفضى. إيه حاجة بقى، حكي فاضي وجهالة نسوان. من بكرة أنا عازمتكم يا على بسيمة يا عشاد روان. صحيح خالي؟ بتوافقي أمي؟ مو لنسأل أبوكي؟ لا تخافي، وأبوها معزوم كمان. أنا بخلي جوزي أبو جميل يدبره، الليلة المسا بخلي خبره. لك تسلمي لي يا خالي أم جميل، يعني بعمري ما رح أنسى لك هالجميل. لك قومي الله يرضى عليكي، اعملي لنا كاسة شاي على التمام، لأنه بدي أحكي أنا وأمك جوز كلام. إي مو على عيني، أنت بتأمري أمر.